يتخبرنا بخاء المعجمة أن يتعاهلنا. كل ناقل من بعض. انت عرفت ليش قال بالخاء المعجمة وليش قال يتعهدون؟ ليش اختصر ما قال اتى باقوال اخرى؟ تعرفان انت المولد وين اللي انت راح تطلع من المولد بلا حمص بيقولوا اول شيء هو اختار ما يرجحه او ما رجحه من قبله اللي هو حافظ ابن حجر. تركك بقى من ابي عبيد وخلاص صارت معارك علميه بعد ابي عبيد على قضيه يتخولنا. هذه خاضها القاضي عياض بالمناسبه قضيه القاضي عياض دي بالسماء سمعكم عليه حفله لحاله هذا لانه هون على كل حال ما فاتتنا لانه هلا بدي يرجع لما يضرب مثال على الامهق والابهق بدي لك انا شوف ايش قال القاضي عياض وهذه ما منقول عن من قبله. بدي اجيب لك انا عندي انا دراسه الان عن مصادر القاضي عياض بس دي جيلك شيء 30 40 مرجع لغوي رجع عليهم قاضي عياض يمكن انت بدك 100 سنه تسمع فيهم هذول انت ومشايخك ما فاتتنا رح نجي على جاي بس انه عرفت ايش عمل الله هذا الديباج احد الشروح الستي للسيوطي رحمه الله اللي شوف احتفل في مين ابو اسحاق الحويني شيخك هذا مو هيك شوف حقق اصوله وعلق عليه شوف ابو اسحاق شوف انه ما علق هون وقال لك انه والله شوف هذا السيوطي سرق ونهب وكنا بتعلق انت فهون الخلاصه هون اتى بشروح مختصره يعني بي 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 مثل تفسير الجلالين يعني السيوطي يذكر قول هو يعتمده في تفسير كلمه غريبه من غريب القران يعني لذلك تفسير جلالين مختصر هو طبعا هو لم يفسره كله نصه واتى أتى الجلال المحلي وسبقه وبعدين السيوطي جاء أكمله طيب كل واحد فسر نصف المهم هنا اختصر الكلام السيوطي وانتقى واحد من شكل واحد من الأشكال الثلاثة اللي قلنا يتخولنا يتحولنا يتخولنا اللي هي الأشكال الثلاثة واختار واحد منها واقتصر على شرح واحد لها انه حتى كلمة تخول ويتخولنا باللام وبالخاء لانه هي اصلا يتحولنا ايضا يعني في بعض هذا الاشكال وايضا باللام اللي يتخولنا وفي بعضها بيتخولنا فهو اختار هذا وشرحه بشرح واحد والا هي اصلا هذا حتى هذا يتخولنا لها شروح اخرى انه يصلحنا او كذا معاني لها فهذا جاي منك ما نعرفان ايش شوف كله بالاخير الى اين يرجع الى اين يرجع العلم الى مشايخنا وانت لوين رجعت بكتابك هذا الحق المبين ليش ما رجعت لمشايخك اللي ابي عبيد وكذا ليش قلت وكبار الشراح نصوا على كذا ورحت ذكرت القسطلاني وابن حجر والعيني والكرماني و شوف كيف هذا بدي اعملكم عليه هذا انا عندي انا المسوده عملتها هي كيف ابن الشموسي يرد على الشموسي من خلال كتابه هذا الحق المبين كتاب الحق المبين الشموسي يتبنى شيء منهج ان صح التعبير وفي كتابه هذا الثاني اللي هو اجماع المسلمين ان الله على عرشه يتبع منهج مناقض للثاني وانا ضربت الكتابين ببعض انا عملت عليها مسودي وراح اجيبكم اياها حفله تكون ممتازه ايه رضي الله عنه هذا مثال اخر في شرائع النبي هلا بقى بيجيب لك مثال عن قضيه الامهق والابهق ويسخر من النووي ليش قال بالامهق بالباء بالميم عفوا وما نعرف انه هذا ضبطها لانه في بعض الحواشي انه بالباء اريكم اياها الأمهق كلمة أمهق ما معناها هذا الكتاب وقلنا هاي مجرد تقول ما معناها أنا قط مذهبك في التفويض القائم على أن القرآن عربي الكلام النبي عربي ولا يحتاج هذا لأنه هو يخاطب العرب لا يحتاج إلى بيان لأنه هو نفس القرآن كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء أيضا هو بالتبيان أيضا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فمجرد ما تقول لا في كلمة غريبة تحتاج إلى بيان نقض كل هذا وهذا عملته أنا عملت عليه حلقة أو حلقتين في نفس هذه السلسلة طيب
تفسير الموطأ للقنازعي. القنازعي من مشايخنا قال أول شيء هو ضبطه وهكذا ضبطه القنازعي بالضم، هذا اللي أنت ظليت تسخر من الشيخ عبد القادر حسين ليش قال طبرزد وعملت عليه هذه، وهو قال القنازعي والذهبي قال هذا نسبة إلى قنازع اللي هي قرية، هذه أول كومي من الأربعين. ثانيا القنازعي هذا متوفى بالقرن في سنة 400 وكذا، يعني في أوائل القرن الخامس. فأنت هلا بدي روح يجيب لك أنه هذا نص عليه فلان وأخذه، يعني في القنازعي الآن تقدمه شيء 200 سنة لسه في علماء اللغة فيه، راح جاب أنه القنازعي. طيب ليش ما يكون أنه النووي الآن سيسرق هذه الكلمة من القنازعي؟ طيب أولا مين قال لك النووي بيعرف القنازعي؟ ممكن ما سمع فيه مثلا، هو اصلا ذكر مصادره مثل ما قلنا لكم في كتاب، ما ذكر من بينات كتاب القنازعي هذا في كتاب تهذيب الاسماء واللغات، ما ذكر هذا الكتاب. المهم لكن في من تقدمه شي 200 سنه، ليش ما يكون النقل النووي عن من قبلهم؟ وقلت لك اصلا اذا قلت مجرد ما تقول هذا اخذه من مشايخنا انت يعترض عليك، ليش ما يكون اخذه من سليقته العربيه معنى هذه الكلمه؟ لانه كلمه عربيه وانا عربي. واذا بتقول طيب ممكن واحد يكون عامي جاهل، طيب العامي الجاهل حجه عندك، واذا ما عرف كلمه معناتها حجه عندك، لانه انت بتقول انت عقائد الاشاعره هذه لا يفهمها العوام، اذا هي باطله، اذا ايضا كلمه لا يفهمها العوام اذا كانت في الكتاب والسنه يلزمك ان تقول باطله ايضا. شوف شوف الا امهق يعني لم يكن بالشديد البياض الذي يتوهمه الناظر إليه برصا من شدة بياضه، وكان بياضه مشربا بحمرة. بالمناسبة أيضا نسيت ما أذكرها، هي كيف صار القنازع شيخك بقى؟ هذه ما فهمتها، هل هو يقول بهذه المصائب البدع اللي انت بتقول بها اللي هو حوادث لا ولا حلول الحوادث بذات الله، وانه يجلس ينزل ولا لا يخلو منه العرش؟ بالمناسبة هو لما تعرض هذا القنازعي لحديث النزول قال نؤمن به ولا تحديدا ولا كيف، نفى الكيف ونفى الحد، انت كلاهما تثبتهما. ايش حتى هو الوهابي بيستشهد انه لما هذا القنازعي شرح حديث الجار اين الله قال في ذا ان الله في السماء على العرش. طيب وين هذه؟ يقول الغزالي ان الله على عرشه لكن بلا مكان، كما قال السجزي انه على العرش بلا مكان، قولنا انه على العرش لا يلزم منه مكان ولا تحديد، لما؟ لانه هكذا قال السجزي، كان ولا مكان قبل خلق المكان ثم خلق المكان. هذه رد عليك انت اللي بتقول لا المكان غير مخلوق وهذا شيء معنوي وكذا، هذا قالها ابن تيمية ومقرا لها ايضا. شوف بكل شغله بيورد فيها حاله بنفسه قديش اخذناها. اخوان كرام هذا تفسير موطأ، شوف لمين؟ لابي المطرف، شوف القنازعي هذا شو قال؟ القنازعي هذا الشموسي، شوف هو مضبوط هكذا القنازعي، وهذا منسوب لقنازع قريه هذه او بلده لاحظ كما قال الذهب، هذه اول كومي من الاربعين. طيب تعال افرجيك بقى، لفرجيك قضيه ايش؟ قضيه هذا عقيد هذا المؤلف، هذا اللي انت بتقول هذا مشايخنا. اولا هذا يقسم البدعه الى حسنه وسيئه. شوف هذا تفسير الموطأ للقنازعي. القنازعي هذا انت علمتنا على الفتح قنازعي. طيب بيقول لك هون عند حديث عمر سيدنا عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، بيقول لك فالبدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة، وهذا التقسيم ولا هذا المؤلف هون هذا التقسيم قال به الإمام الشافعي، البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، اللي وهذا بالمناسبة الشاموسي ينكر هذا على الشافعي وعلى أبو الشافعي كمان، بيقول لك لا هذا شيء بيقول لك بقى ما صح، شيء بيقول لك هذا له تأويل وكذا إلى آخره، هذه بالنسبة لي هذا. طيب بالنسبة لقضية بقى إيش هذا؟ وشوف بيقول لك هذا المؤلف هون الوهابي هذا المحقق بيقول لك يعني هذا كان يثبت الصفات، فقال عن يمين الله انه لان لله يمينا وكلتا يديه يمين بلا كيف ولا تحديد، وانت تثبت التحديد وتثبت الكيف. شوف وهنا بقضيه انه على حديث الجاري اين الله قالت في السماء، هذا بيان ان الله في السماء فوق عرشه. طيب فوق عرشه بمكان ولا بغير مكان؟ هذه فوق عرشه هذه الغزالي يقولها، بس احنا الكلام انه هل هو ستقول
في مكان ولا في غير مكان، هذا اللي نحن عم نتنازع عليه. وهذا هون الشموسي شوف عمال بيقرأ من الكتاب اللي هو مضبوط بالقنازي اللي قال القنازي شيخنا. لاحظوا هذا هون كتاب السجزي، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، شوف بيقول لك لاتفاقنا أنه هو نعم على العرش لكن إيش بلا مكان ولا حد، لاتفاقنا أنه كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. لهذا الكلام بيقول عنه دمشقي، بيقول لك هذا هذا تنزيهات شيعية، والشموسي بيقول عنه انه هذا السجع الكهان. اريكم اياه، لاحظوا هذا بيقول لك هذا في كتابي هذا اجماع المسلمين، هذا بيقول لك شوف هذا سجع الكهان كقولهم كان ولا مكان فخلق المكان. الغريب في نفس هذا الكتاب يستدل بالسجزي على انه ممن قال بان الله على عرشه على عرشه. طيب بلا مكان وانت تعتبر هذه تعتبرها انت نفي لوجود الله، فضل انه نفي يعني للاستواء كما بينا في تسجيل سابق. انتهى التسجيل الان.